مهم أوي إن احنا نفهم كيف هي الأنثى مع الذكر. الأنثى خلقت لتستوعب الذكر، هي بترتاح في كده. أما أقول تستوعب الذكر اللي بيفهموها إن هي تيجي على نفسها وتستوعبه، ما أقولش كده. أقول الأنثى خلقت إن هي بتجد راحتها في استيعاب الذكر. فالأنثى اللي بتيجي على نفسها إنها تستوعب الذكر، يبقى الذكر ده مش راجلها أصلا، تصنيفه مش تبعي. الأنثى مش هتستوعب أي ذكر، هي بتستوعب الذكر اللي هو يخصها. فلو الأنثى مفيش في حياتها ذكر تستوعبه باستمتاع، هي مستمتعة إنها بتستوعبه، يبقى مفيش في حياتها ذكر. كل اللي موجودين ما يخصهاش، مش بتوعها، ما يلزموهاش. فالأنثى فطرتها استيعاب الذكر بتاعها، وبتجد في ذلك متعة، متعة كبيرة جدا. يعني متعة الأنوثة بتكمن في هذا الشعور، ان يكون لها ذكر هي شايفاه راجل، انثى تعبيرها العاطفي الجنسي عن اعجابها برجلها انها تبقى ناعمه معاه ومستوعبه ليه، ومش عايزه يصدر منها اي شيء يضايقه. ده بنسميه خضوع. فالخضوع هنا مش خضوع، مش الذكر بيخضعها، مش احتلال اجنبي، هي اوتوماتيك لوحدها بتخضع.